علي على المقابلة، لكن لمح شوية سيدي علي، حكي على حنبال المجبري باش نسألك أنت مختار، وشوية في الكلام اللي قلته أنت قبيليك هاب التدوين أثار شوية جدل البارح، ما عرفتش شفتها ولا على انستغرام. كتب استاجر ذلك كان بمثابة تحدي ذهني حقيقي، لكن الفريق يقاتل كل يوم لتقديم أفضل ما لديه. نحن نحب بلدنا وجميعا نرتكب الأخطاء، بعض المشاكل لهنا ذي سطر عليها تتجاوز قدراتنا نحن كلاعبين وكإطار فني. نحن بحاجة حقا إليكم أيها التوانسة، حاولوا فهمنا ودعمنا. معناتها ظاهر كأنه فما بعض المشاكل ممكن نحكينا عليها، مالية لوجستية في المنتخب، واضح اللي فترة الفراغ اللي قاعدين نعيشوا فيها في المنتخب اليوم. شنو تفهم منه ستاتيو هذا؟ الأزمة هذه متاع التحكيم الحقيقة عرات الجامعة على المستوى المالي، راهو كما كنا نحكيه يمكن انا وزدعلي يمكن قراب شويه في الجامعه نعرفه كواليس، راهو لاعب المنتخب قبل في عهد وديه راهو كيجي ونديري سفير من بلاد لبلاد، راهو يتم استقباله وكل طياره تهبط لاعب تلقى استاف يستنى فيه باش يهز ويعطيه ليكيبمون، معناها عابد يحس بقيمته وقدره. توا سيدي مانيش انا باش نحكي، راهو فما لاعبيه رفضت الجايين للمنتخب. انا بالنسبه لي انا حكينا فيه موضوع يوسف المساكني، هاك شفت يوسف المساكني وين يلقى المنتخب نلقاه حاضر. انا قاعد ليومنا هذا نحب نسال على عاشوري. انا نحكي لك خلينا لهنا انا بالمجب وغيره، انا هني حكيت لك قلت لك انا نحب نسال شنو هو كيفاش باش نصرفوا مع عباد رفضت المنتخب. رفض المنتخب خاطر طول المنتخب في حاجه للعاشوري، من بعد وقت اللي نمشي لكوب دافريك ولا كوب ديمونت ويبدا عامل في اتصالات ويحب يجي ويكون موجود. انا متاكد الجامعه تعيش في ازمه كبيره، راي رجعت على المنتخب، وانا ناكد لك اللي كونوا مصاريف الجامعه توا الحقيقه نتاع ربي راهو يمشيوا فيها نهار بنهار، الفلوس ماش موجوده، اللي اكيد مش موجود، الجامعه في حيره من امرها كيفاش باش 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 تعطي فلوس الحكام والموظفين وكذا، وانا على قناعه اللي كونوا هذا ياثر على المنتخب، وكلام حنبال المجري هو كاكد كلامي. سامحوني مساج تفعل كما سامحني سيل شيء، وانا اذا كنت فعلت معايا اخويا الترجمه نتاعي باش ناخذها لسيد علي او كبشي باش يترجم ويجي نعملوا دو كونتر دو اسمع دو كونتر دو برغم ما فهمتش ما خلينا نتعدى شو اسمي اللي قلته تو مختار يظهر حاجه انه فما ان بروبليم دو كومونيكاسيون، هذا تريز امبورتون. علاش؟ على خاطر كنت قريب شويه للستاف كامل نتاع اللي كان موجود في المنتخب، مش معناتها هذوما من صحابي، هذوما حتى الاخرين هذوما انا اقرب منهم، اقرب لي انا من الاولاد اللي خرجوا. شخص جايل القادري والجماعه اللي معاه، واللي معاه محمد عياش وهشام غزيه علي بومنيجل سليم بن عاشور، قريب لهم قريب لهم. علاش؟ معناتها اون غولاسيون بروفيسيونيل، في انه كان عندنا الكاف الكاف برو الور مبربش نشوف الخدمه كيفاش كل اش تلقى علي تلقى ديرون بين الراسمبلومون والراسمبلومون بريسك لا كومونيكاسيون الي كوتيديان بريسك اذا مش من سليم بن عاشور راي من جلال راي من محمد العياشي. علاش؟ غزية اش يعملوا؟ فما الاخر يكومونيك لتا فيزيك بالجي بي اس ولي دوني فيزيك وكليكا يكومونيك سا او جوغ، فما الاخر يعملوا الفيزيوناج الكشو حلمي الكشو ولو الاخر وليد يحضروا شو يقول لهم جلال ويكومونيك سا او جوغ لي زيدي دو جو كريتيك دو جو ابار لا كومونيكاسيون اللي هي مونتال. انت سير البلو مونتال ان جوور كي باس باغ ان بيريود ماهيش يوقع الاتصال به، الاخر يتباس باغ ان بيريود باهيه. ايش حبيت تقول؟ حبيت نقول انه وقت اللي فما اشكال نتاع ملاعبيه ترفض ولا اشكال نتاع ملاعبيه تجي عن مضض ولا معناتها سي كو إليا ان مونك دو كومونيكاسيون، اسكيزون غاردي لي تراديسيون لي زاكي هذوما ولا نون با غاردي. اسمعني سي شيخ بالنسبه للسؤال انا خلينا نقدم ساعات الكلمه برك تو نعطي الكامل ما نعرفش ابارامون مختار ما يحبنيش نحكي ولا ليه بسرعه كلمه انا كلمه بركه فنيا
مازال فوزي البنزرتي نجم يعطي المنتخب. تو نرجعوا نفس السؤال. خلينا نتبعوا الكوندكتور كمختار نتاعنا. سي كمال شفنا التدوينه هذه نحب ناخذ رايك فيها وكيف كيف في نفس الوقت لقط رايك في اللقطه اللي صارت بين حنا بال المجبري. فما شكون يقول مع فوزي البنزرتي، فما شكون عاديه يقول في وسط الماتش تصير، وفما شكون يقول اساء التعامل مع المدرب نتاعه. باهي انا باش نجاوبك على التدوينه وعلى اللقطه لانهم مربوطين ببعضهم، لكن قبل نبهت انا وقت اللي مختار مازال مصر على انه الامور الماليه والاداريه هي سبب هاو لم حلها حنا بعد. هاو جايك بالطبيعه كي سيكسكوز ساكوز اللي عملوا حنا بعد بالطبيعه ما عندوش مخرج كان التدوينه ذيك، وعم حنا بعد لا يكتب بالعربي ولا يفهم بالعربي. لا كاتبها بالفرنسي ولا بالانجلي، انا ترجمتها بالفرنسي. باهي خلنا نحكي لك حكايه. انا توا وقت انتم تحكي وجاني ميساج تنوريه لك في اللوف، يقول لك بالنسبه للجبالي كان يلعب في النجم الساحلي هكا ولا عصام الجبالي اللي في اليابان. أي عصام الجبالي محيط المنتخب وماهوش لا فني لا شيء، صحافي اما قريب برشا من المنتخب. قال لك راهو فوزي البنزرتي وجبالي ماهمش اصحاب من اللي في الليتوال، دونك استبعادوا راهو اسباب فنيه. ما عنده حتى دخل الموضوع هذا سي علي. انا نعطي فيك في معلومه، نعطي وراي نحن دقيق. لا انا نعطي فيك في معلومه انه عدم وجوده ما عنده حتى علاقه بتذكر الطياره وعدم قدره. اثنين، تقول لي انت لاش المشاكل الماديه خاطر مهم جدا يا اخي. وقت اللي مشاو كاترور دوروتار واحد ربحوا، وقت طياره خاصه خسروا، معناتها لوجيك ما تقابلش بعضها. مشاو في طياره خاص معناتها ظهر يلزمهم اربع سوايع روتار باش يربحوا الملعب يذوم، معناتها يلزمهم يتمرمدوا اذا كان باللوجيك هذه. دونك ما تحكيليش على المشاكل الماديه، ثم انه يا حبيبي تحكي لي على الوطنيه وتحكي لي نحن ابناء تونس ونحب تونس. ادميتون ثم مشاكل، يا وقتها توري حبك لتونس ووقتها توري الجرينتا نتاعك. اللي صاير خويا فوضى في المنتخب سببها الاطار الفني واللاعبين. المشاكل بدات من مهدي النفطي، راهو الكليكات من اللي مهدي النفطي وبعد مهدي النفطي، ثم شكون منا وثم شكون منا ثم فعل اللقطه مع فوزي كيفاش تقرا هرجيك الحديث. ثم ملاعبيه مش قابله فوزي البنزرتي، وثم ملاعبيه قابله فوزي البنزرتي، وثم ملاعبيه حاسه انه فوزي البنزرتي ظالمها، وثم ملعبية قاعدة تلعب وما يلزمهاش تلعب وما على خاطر سماها قاعدة تلعب. هذا صحيح اللي يلزمنا نقولوه، لا تقول لي طيارة ولا تقول لي فلوس ولا تقول لي، كله كلام فارغ. الجو في المنتخب ماهوش نظيف. وقت لي سي شهاب الليلي ولا سي علي في الاخر بالكل القفلة متاعه تفهم بها برشا كلام، وقت لي يقول لك معناتها اندوا جيري يوسف وقتاش يلعب ونحافظوا عليه، ويقول لك كذا سابروف اللي ثم مشاكل. وقتاش قالك شهاب الليلي المنتخب تحسن؟ وقت لي دخل كشريده سابروف اللي انت كنت تلعب في لاعب ما كنت ما نحكي على كشريده، معناتها الناس الكل قالت لك يا ولدي راهو كشريده اللي بلو فالابل للكونتكست نتاع الطرح ما تلعبوش. دونك اجي نقول لك حاجه خويا، نرجع لك توا لهنا للحكايه ذي اللقطه نتاع حنا بعل. برشا ناس يقول لك انه حنا بعل ما شافش شكون ما شدوا كره خرجت على التوش اليوم صباح نسمع فيها. ايه هو شاف اما نجم يكون اونجاجي حاب يرجع يلعب خاطر الكره رجعت تلعب. وثما ناس تقول لك معناتها ما يلزموش مدربه ما يلزموش يعمل له كيك. المشاكل هذيا احنا في تونس زعام فيها، على خاطر انا نقول لك في السيتي وقت اللي دي بروين قدام الكاميرا نتاع العالم الكل دار لجوارديولا وقال له ما عادش تمهمشني خليني نلعب، ما عادش تكلمني، قالوا خليني مش كان في تونس حتى وقت عملت بوليميك زاد مش كان في تونس لك. اما ما عملناش منها قضيه، نحن في تونس لا يلزموا انا ناكد لك اللي ستاتيو ذيك مكتوبه باش تبرد الحكايه، معناتها سمعتوا في الستاتيو فيها راي امور تتجاوزنا كاطار فني ولاعبين، معناتها المشكل ما... لا يا سيدي المشكل فني اطار فني ولاعبين، ما تبداوش تكذبوا على الناس، المشكل اطار